بتعرفي خلينا ندوش مونا هون، بعد في شي نص ساعة قبل القداس. قد ما حلو هالعيد قد ما بخليني احزن. قد ايه كنا معشوقين لو كان هلا. الله كريم ما رح ينسينا، هو بيعرف الوقت المناسب. سلام كفي بقى حبيبتي، ما تزعلي. الليله ليله عيد ومش حلو نزعل بالعيد. يلا قومي، بكونوا اهلي ناطريننا تنعيد سوا قداس نص الليل. قد ايه اهلي واهلك هلا كانوا فرحوا الاول. يلعاد عليكم، تشتروا مني كبريته؟ شو عم تعملي يا بنت وحدك بهالليل؟ كنك لحالك بهالليل عم بتبيعي كبريت؟ اشتروا مني كبريته. ما تخافي يا عمو، رح اشتري منك كل الكبريت اللي معك. شو اسمك؟ نور. نور؟ سكي. لا خلي الكبريت معك واعتبري هيدي هدية عيد. 50,000؟ يلا سلام، خلينا نروح نشتري. مرسي عمو، مرسي كتير، مرسي مرسي كتير. كنت عارفة ما رح تتركني بلا هدية. سلام، خلص بك الليلة؟ معقول ناس مشتهيين ريحة الولاد وناس زيتين ولادهم بالشوارع؟ سلام حبيبتي، انت كل عمرك مرة مؤمنة، وبعدين كتر خير الله نحن مش ناقصنا شيء. شو نفع كل المال اللي معنا؟ انا مستعدة ابدلهم بهالبنت الصغيرة. وقف 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 وقف، ما تمشي. شوفي ما تمشي. شوفي نور. نور نعم. انت ما عندك اهل ولا عندك قرايب؟ عايشة مع ستة من بعد ما ماتوا أمي وبي، بس ستة كمان ماتت. طيب عمو وين بتناموا؟ كل مرة منلاقي مطرح تحت الدرج على الرصيف، ما بتفرق. معقول؟ معقول يكون طفل المغارة سمع صلاتنا وبعت لنا هالبنت هدية؟ نور بتحبي يكون عندك أمي وبي؟ بتحب يكون عندك عائلة وبيت كله حب وحنان؟ هيدا اللي طلبته من الغريب. أي غريب؟ رجال كان مارق من هون وسألنا شو بتتمني بالليلة العيد؟ وقلت له أنت ما عندك أهل ونحن ما عندنا أولاد. أي هدية هدية طلبت من يسوع عيدي؟ شو هي هالهدية؟ هدية تعيد بليلة تعيد، عيني تحميني وتعطيني فرح جديد. هدية تعيد بليلة تعيد، فرح جديد. يا حبيبتي من بعد اليوم ما بقى رح تبردي ولا تبكي ولا تخافي. يعني صار فيني اقول هلا ماما وبابا؟ شو حلوين هالكلمات، ولك قوليهم بعد. ماما بابا حبيبتي. يسوع هو العيد اللي زارنا من بعيد، حامل